السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد وقصير، وأتمنى يكون مفيد في كيفية الكتابة عن طريق الإملاء مباشرة، سواء داخل الباوربوينت أو الوورد من الخاصية بتاعة ديكتيت أو ديكتيشن اللي هي عملية الإملاء. بدون تضييع وقت بنروح على طول، هنلاقي إن ده موجود في الوورد موجود في الباوربوينت، نطبق مع بعض على طول. إحنا دلوقتي داخل الباوربوينت بنعمل إيه؟ بنضغط في الأول عشان الكتابة، بنضغط insert ثم تكست بوكس بالشكل ده كده اهو، ونبتدي نحط نظبط الفونت اللي احنا عايزينه والحجم اللي احنا عايزينه. مظبوط كده، هنبتدي نضغط على الايقونه الخاصه بالديكتيشن او الاملاء. To help you quickly diagnose and keep your plans looking fresh, we have compiled a handy guide below of most common plant diseases you can encounter. So the next time you see a weird substance forming on the soil or a strange discoloration of leaves, you will be an expert. وبالانتهاء بالشكل ده كده، انا عملت الاملاء بالشكل ده كده. طبعا جودة المايك والمسافة وبعدها عن المايك الطريقه بتاعه الاملاء بالسرعه بتاعتها، ده كله بيدي نوع من الايه جوده الاملاء. زي ما حضراتكم شايفين انا هكبر الخط شويه، ده النص الاصلي وادي النص الثاني اهو بالشكل ده كده. ف وكتابه بسرعه جدا. طبعا تخيلوا بقى ان النص ده لو انا بكتبه بالكيبورد هياخد وقت قد ايه. ده بالنسبه للباوربوينت. طب ما تيجي مع بعض نشوف في الوورد بالشكل ده، نفس النص اهو. طبعا هنا مش محتاج بقى اضيف تكست بوكس لان الكتابه هنا بتبقى موجوده على طول. طبعا المفروض لو انا قفلت ده كده، لو انا ضغطت هنا ديكتيت فبيظهر لي الشكل ده. الشكل ده هنا لو انا عايز احرك يمين او يسار، طبعا هضغط هنا هو ابتدى يكتب من نفسه. لا، انا هوقف هنا وهمسح الكتابه بالشكل ده كده. هنا في اعدادات وهنا اللغه، وطبعا احنا اتفقنا ان اللغه العربيه لسه مش موجوده فيها. طيب عشان اكتب بختار الحجم الخط اللي انا عايزه، انا هكبر الخط شويه والفونت اللي انا عايزه. طيب نيجي بنعمل ايه؟ نجرب كده بقى مع بعض. انا هكبر الشاشه شويه كده عشان نشوف الكتابه وهي بتتكتب، واضغط على كلمه ديكتيت اهو. انا كده بدات سواء في المايك هنا او المايك اللي فوق. To help you quickly diagnose and keep your plants looking fresh, we have compiled a handy guide below of most common plant diseases you can encounter. So, the next time you see a weird substance forming on the soil or a strange discoloration of leaves, you will be an expert. وبمجرد الانتهاء من الإملاء زي ما حضراتكم شايفين كده، أنا خلصت إملاء، فتقريبا النص أهو زي ما هو، مفيش فيه إن شاء الله أي غلطات، تمام؟ يبقى إذن أقدر دلوقتي أعمل بصوت وبشكل جيد جدا سواء داخل الوورد أو داخل، ده بيوفر عليا وقت الكتابة. طبعا كان في فيديو سابق لكده الطريقة دي، بس من خلال الجوجل دوكيومنتس أو مستندات جوجل بنكتب وبعدين نروح نجيب هنا. طبعا هو الاتنين زي بعض الحقيقة، لا، هنا زي ما انتم شايفين أسرع والأمور سهلة بدل ما أروح في برنامج آخر، ولكن هنا لغة إنجليزية بس، إنما هناك لا، كان ممكن في لغة عربية بلهجاتها الكتير جدا، فكانت الأمور كلها إيه ميسرة يعني، ده يمكن الفرق الوحيد. إنما طريقة التملية أو كذا سواء هنا أو هناك هي نفس الطريقة إن شاء الله. إن كنت وفقت فمن الله، وإن كنت أخطأت أو نسيت شيئا فمن نفسي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولا تجعل في عملنا هذا رياء أو سمعة. نسألكم الدعاء بظهر الغيب، وإلى أن نلتقي في فيديو جديد مفيد إن شاء الله. أترككم في رعاية الله وأمانه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.